اول صورة معانا ان شاء الله هنشتغل عليها هي الصورة دي، تمام. انا قصيتها عشان ما اطولش عليكم وما ناخدش وقت فيها كتير. هعمل كونفرت سمارت عشان لو صغرت او كبرت الصورة الدنيا معاها ما تبكسلش زي ما بنعمل كل مرة. هصغر الراجل ده شوية وهبدأ اكبر المقاس بتاعي شوية، عرض وطول وكده يعني، حلوة كده يعني. هعرض كمان الديزاين شوية، تمام. الراجل ده برضو هصغره شوية بالشكل ده. هروح كده على الصور وهنشوف احنا معانا ايه. معانا اول حاجة هناخد الصورة دي بتاعت الجبل او الارض او ايا كان المسمى. هي ما جتش ليه؟ نرجع لها تاني اهي، تمام. هشدها تحت كده وهكبر الصورة دي شوية لحد ما اخلي فيه نسبة وتناسب ما بين الشخص وما بين الارض اللي هو واقف عليها، عشان ما يبانش ان هو اكبر من الارض يعني، فالموضوع يبين ان هو مش كويس، تمام. تمام. طيب السكاي بتاعت الصورة دي، السما يعني، انا مش عايزها، فهجيب الماجيك من هنا كده وهدوس كليك كليك كليك، وانا داي الشيفت كليك كليك لحد ما اعمل سيليكت على كل السكاي الموجودة. طبعا في نقط صغيره كده هنبقى نمسحها بالاستيكه، مفيش مشكله. لو دوست ديليت من الكيبورد هيقول ان انت لازم تعمل راسترايز تفك اللاير. طب هدوس كليك يمين عليها من هنا واختار الراسترايز، هبدا ادوس ديليت هيمسح معايا عادي مفيش مشكله. لو وقفت تحت كده عند كلمه باك جراوند هنا ورحت دايس على الدايره اللي هي نص ونص دي وجبت السوليد كلر عشان اعمل باك جراوند سودا عشان اشوف النقط اللي انا عايز امسحها في اللاير دي، تمام. فهقف عليها وهجيب الاستيكة التقيلة بالشكل ده وهتأكد ان الفلو هنا 100% وهبدأ امسح النقط السوداء. كمان الدايرة والخط الابيض ده انا مش عايزه فهبدأ امسح كده. طيب لو قربت شوية هلاقي ان في السما لسه جوه في حتة صغيرة كده ما تشالتش، هبدأ اعمل عليها سيليكت وديليت من الكيبورد وهبدأ امسح باقي النقط، تمام. خلينا نقول ان انا كده تمام. هروح للصور هختار الصورة دي وهنزلها تحت الجبل الموجود ده وهبدأ اظبط الشكل على حسب ما انا حابب، تمام. هحاول اصغر الراجل ده شوية كمان، تمام زي الفل. طيب ركزوا معايا كده، الراجل ده في اول لاير فوق هنا في قائمه اللايرز اهي. هنزل تحت هنا كده، تمام، وهجيب الدايره النص نص اللي قلنا عليها وهجيب البرايتنس وهبدا انا عايز اقلل الدنيا يعني، فهاجي عند البرايتنس فوق وهقلل كده الموضوع ده، والكونتراست ممكن مش نزوده شويه مثلا 20 25 مش هتفرق، تمام. طيب تاني حاجه هعملها ركزوا معايا، هجيب الشيب من هنا او المربع ده يعني وهبدأ اعدي مربع كده، ركزوا معايا، هاجي عندي الفيل هنا واخليها 0% وهدوس كليك يمين عليها واول واحدة، وبعد كده هجيب الستروك هيديني الشكل ده. طبعا لو انا عايز ازود او انقص براحتك يعني، تمام. ركزوا معايا، هعمل لير جديدة من هنا كده وهدوس كنترول من الكيبورد وهدوس على اللير بتاعت المربع ده، هيعمل لي سيليكت على الاثنين وهدوس كنترول ايه عشان اعمل ميرج بالشكل ده عشان احذف الجزء اللي تحت ده. طب انا ليه عملت اللفة دي كلها؟ عشان انا لو ما عملتش كده كنت هاجي هنا كده همسح هيقول لي طبعا لا، فالموضوع كان هيبقى ايه يعني، انا بحاول ايه ما خلوش يظهر لي اي مشاكل في الموضوع. كمان لو انا عملت راسترايز وجيت امسح شايفين هيديني الستروك في الحته اللي تحت، فهبدا ايه كل ما اقص هيطلع لي بالستروك فوق. فده يعني اختصارا كده، ما كنتش عايز اطول عليكم سامحوني، بس معلش عشان برضو تعرفوا. فهعمل ميرج الاثنين اللاير الجديده واللاير بتاعه المربع وهمسح فهيمسح معايا عادي. طيب ركزوا معايا، انا هبدا هنا، معلش انا عملتها ابيض واسود فهرجع تاني. ركزوا معايا في الجزء بتاع المربع ده، لو انا حابب اخليه ارفع من كده في العرض يعني او اعرض زي ما انتوا حابين يعني، دي براحتكم. هظبط كده الديزاين او الراجل والمربع في نص الديزاين، تمام. طيب هاجي عند المربع ده وهجيب الاستيكة خفيفة وممكن نقلل الفلو وهحذف بس حاجات بسيطة كده من هنا
على اساس ان هي ما تبقاش حد قوي يعني. كمان ممكن اقلل الفلو وامسح كده على اساس ان هو يخفف لي الدنيا من اخر المربع بالشكل ده. طيب خلينا الخطوة اللي بعدها على طول، ممكن اعمل لير جديدة وهجيب البرش وهختار اللون البرتقالي مثلا بالشكل ده، وهمشي يعني همشي على الخط، بس هحاول اقلل شوية السايز، همشي على الخط بالشكل ده، بس ممكن نقلل الفلو كمان. وهاجي عند النورمال هنا خليها سكرين عشان يديني الاضاءة تكون باين ان هي ايه يعني حقيقية شوية، وهمشي فوق كده ومن هنا كده، بس ايه يعني خلي ايدك ثابتة، حاول تخلي ايدكوا ثابتة بالشكل ده. تمام، طبعا لو عايزين نقلل او نزود دي براحتكم انتوا. تمام. طيب انا ليه خليتها سكرين؟ طبعا شايفين الفرق ما بين السكرين والنورمال والكالر دوج طبعا بتختلف يعني، فهنخلينا في السكرين. ممكن مثلا الكيرفز مثلا وايه وبس كده ماشي. طيب يعني احنا كده خلاص اللاير دي اهي، هعمل لاير تانية بس المرة دي هخلي اللون اللي هو قريب من الابيض شوية، وهجيب البراش وهحاول اقلل السايز اهو عشان بس انا عايز انور اللي هو ده اللي في النص ده. همشي عليها، احاول برضو ايدي تكون يعني ثابته كده، عوجت مني شويه من هنا معلش. تمام طيب ممكن اعمل الاتنين ميرج عادي وبعد كده ارجع اعمل سكرين، مفيش مشكله يعني زي الفل. طيب الجزء اللي تحت ده انا عايز اعمل انعكاس في طبعا هنا، يعني حاسين ان الجزء ده اوطى من الجزء ده، فممكن كنترول تي واجيب الورب كده واشد الجزء ده من هنا زي الفل. طيب الانعكاس بتاع اللايت الموجودة دي هعملها ازاي؟ هعمل لير جديدة ومن نفس اللون اللي احنا قلنا عليه البرتقالي اللي في الاول مثلا اللي هو ده، وهبدأ اهو يعني هشد كده خط اهو بالبرش وهنا. تمام، ومن هنا هعمل سكرين. ولو جيت دوست كليك يمين على اللاير دي واخترت اول واحده وجيت عند المربع اللي تحت ده ودوست الت كده وشديت من هنا، شايفين بيعمل لي ايه؟ يعني بيحاول يدمج لي هو اللايت على الارض على قد ما بيقدر يعني. تمام طيب اللاير دي بتاعه اللايت دي انا ممكن احاول اجيب الاستيكه واقلل الفلو واحذف كده يعني اخر اللايت من تحت على اساس ان هو ما يكونش قوي قوي بالشكل ده بالظبط كده، يعني هحاول اخف اللايت من الاخر على اساس ايه ان الموضوع يكون قريب. تمام طيب البرايتنس هنا احنا ممكن ندي كمان واحده ونقلل الاوبسيتي بتاعتها شويه بالشكل ده. طيب ركزوا معايا، انا محتاج افتح الجزء اللي في النص ده شويه، فخليني واقف على البرايتنس الاولى وهجيب الاستيكه وهدوس كليك كده، هيقول لي لا هعمل راسترايز. لا ما اعملش راسترايز، انا اسف اهو، يعني انا هقف هدوس على المربع الابيض ده، يعني انت لو واقف هنا لا دوس على المربع الابيض. تمام، وهكبر السايز شويه يعني مش كتير يعني شايفين، هحاول بس ايه الجزء اللي انا محتاج افتحه وهحذف كده من النص. طبعا هو بيحذفش قوي عشان انا مقلل الفلو، لو زودته كده وحذفت هيبدا يحذف. هنزل على البرايتنس الثانيه وهبدا احذف، بس انا مش عايز يكون قوي كده فهقلل الفلو وهحذف حاجه بسيطه قوي كده. تمام، وبرده الارضيه من هنا ممكن سنه كده على اساس ان اللايت خابط في الارض فايه فنفتح لي الجزء ده شويه يعني زي الفل. طيب هو ماسك حاجه في ايديه واخده لايت زرقاء، فانا هبدا اتك عليها اديها نفس اللون بس يعني ازوده شويه، فهعمل لاير جديده وهجيب البرش وهاخد نفس اللون اهو وهفتحه قوي كده والفلو مثلا زي ما هو او هزوده 50 مثلا، وهبدا اهو يعني خط كده، وهاجي هنا كده هعمل سكرين، وبعد كده هنشوف نفس الطريقه اللي هي دي. تمام، ولو هي حابه تتظبط شويه هنبدا نظبطها اهو، انا دايس كنترول من الكيبورد وعمال احرك في اللايت يعني. تمام جدا. طيب هنيجي نقف عند الشخص ده
او الراجل ده ممكن نحاول نفتحه شوية. يعني ازاي بقى؟ هقف على اللاير بتاعته وهجيب البرايتنس وكنترول الت جي عشان ادخل البرايتنس جواه، وهبدأ ازود هنا كده، هشوف هيعمل لي ايه. تمام، شايفين اللايت اللي ما بين رجليه دي؟ طبعا دي اللايت بتاعت العمود النور، او مش عارف هو ماسك ايه بصراحة، منور في ايديه. فهعمل الاتنين ميرج اهو. تمام، هبدأ بس هنا، ركزوا معايا، هعمل لاير جديدة وهدوس كنترول الت جي عشان هدخل اللي انا هعمله جوه الراجل برضو. تمام، وهجيب البراش ونفس اللون اللي احنا عملناه له اللايت بتاعت العصاية اللي في ايدي دي، وهبدأ اصغر السايز عشان ادي اضاءة كده على نفس على رجليه يعني، وعلى البنطلون بالشكل ده طبعا. وانت بتعمل اللايت حاول تخلي الموضوع يكون من بره، يعني بره، تخلي ايديك بره ما تبقاش جوه كده. تمام، اهو كده دخلت جوه. هرجع تاني واحاول ابعد ايدي بره. معلش حاولوا ما تملوش، او ما يعني ركزوا في الحاجات دي قوي على قد ما تقدروا. طبعا هزود كمان في ايديه. تمام، هنرجع كده هنبص هنلاقي ان في لايت كويس اتعمل. تمام، طيب هرجع كده سريعا، في حاجة نسيناها اللي هو الشادو بتاع الشخص ده. فهعمل كوبي من اللاير بتاعته اللي هي دي، هدوس كنترول جي من الكيبورد وهاجي عند اللاير اللي تحت اهو. ركزوا معايا، هدوس كنترول تي وبعد كده كنترول، وهشد من فوق لتحت كده هيعكس للراجل بالشكل ده. هبدأ اظبط الرجلين على قد ما اقدر، وكنترول يو وهسود كده اللاير اللي تحت. هاجي عند فلتر وبلور وموشن بلور وهقول له اوكي، اقلل الاوبست شويه يعني، نحاول نخلي الشادو مش قوي بس كده يعني. طيب كده احنا عملنا اللايت اللي هي الزرقاء دي، هنروح بقى نعمل اللايت اللي هي بتاعت اللايت اللي هي بتاعت العمود ده يعني. فهعمل لاير تانية وهي هتدخل جواه لوحدها، فهبدأ اجيب اللون ده. تمام، وهبدأ بالراحة كده ايه، اعمل نفس الموضوع. لا دخلت مني جوه. بعتذر ان انا ساكت يعني، بس انا مش عارف اقول ايه، انتوا كده شايفين انا شغال بعمل ايه يعني. تمام، هو مبدئيا الدرس بسيط، قلنا ان هو هيكون للمبتدئين، وطبعا الدرس مش ضعيف تماما، كل اللي انا بحاول اوصله من الكورس ده زي الكورس الاولاني بالظبط، هو ان انت تعمل ديزاين احترافي في وقت قليل.
قربنا اهو ان شاء الله يعني. تمام هنرجع كده نبص على النتيجة، كويسة جدا طبعا. هحاول بس اقلل الاوبسيتي بتاعتها شوية بالشكل ده. تمام طيب هطلع فوق خالص كده وهعمل نيو لاير كده جديدة، وهجيب البراش وهكبر السايز، هخليها اللون الاسود، الفلو هيكون عالي، وهشد كده خط اسود بالشكل ده وهرفعه لفوق عشان يسود لي الموضوع ده من تحت كده، وابدأ اقلل الاوبسيتي بتاعتها شوية فهيديني الشكل ده. طيب هقف عند السكاي عند السما وارجع كده للصور بتاعتي، هجيب مثلا الصورة دي وهبدأ اسيبها هنا كده، وهاجي من عند النورمال اخليها سكرين. شوف كده السكرين هيعمل معايا ايه. يعني هي كويسة ومش كويسة، يعني هنحاول نخليها تكون بسيطة يعني الرعد ده. تمام طيب هطلع فوق خالص كده وهاجي عند الكالر لوك اب، وهبدأ اشوف كده ايه اللي ممكن يظبط معايا. طبعا دي كويسة، هحاول اقلل كده واخليها مثلا سوفت لايت، وهقلل الاوباسيتي كده واشوف. تمام هشوف واحد كمان. تمام يعني ممكن ده سوفت لايت، هقلل. تمام هشوف كمان الكيرفز، مثلا هنيجي عن الازرق مش قوي كده. طبعا دي كلها ايه حاجات كده في الافكتات، يعني انت بتعمل افكت خاص ممكن تبقى ثابت عليه في كل الديزاينات بتاعتك، وده يبقى اسلوب خاص بيك يعني فاهمني. فانا هحاول انزل هقلل برايتنس شوية مش قوي كده يعني. تمام كويس كده. تمام هطلع فوق هشوف برضو الكيرفز تاني، هجيب مثلا الجرين. طبعا الحاجات دي بتدي افكت كويس اوي للديزاين. طيب هاجي عند الكالر بالانس وهبدأ اشوف كده، احنا لسه معانا الكاميرا رو كمان، الموضوع هيبقى كويس جدا جدا. طيب اخر ما هخلص كده هاجي اقف عند اول لير فوق وعند اخر لير تحت، وهدوس الت وسهم فوق هيعمل لي كوبي من كل الليارات. هدوس كنترول ايه عشان اعمل ميرج للكاميرا رو اللي انا هشتغل عليها فقط، على اساس ان انا لو حبيت اقلل الافكت اللي هعمله بالكاميرا رو يبقى معايا لير اقدر ايه اقلل بيها يعني. فهاجي عند الكاميرا رو كده اهو، هنا بقى حاجات مش ثابتة يعني زيها زي اللي احنا عملناه دلوقتي، كلها حاجات على حسب عينيك او يعني ممكن تخليها فاتحة تخليها، بس حاول ما تأفورش قوي في الافكت اللي بتعمله عشان الموضوع ما يبانش مزعج للعين او شكله مش لطيف يعني. هايلايتس لايت برضو دارك شادوز، هنا الاتنين دول هما بيكونوا للتنعيم، يعني لو حد عايز ينعم الصورة بينعم من الاتنين دول يعني. فبرضو مش هننعم الدنيا قوي، طبعا هنا بيكون مسؤول على كل لون لوحده اهو. طبعا الديزاين ما خدش وقت تماما، يعني احنا تقريبا ما عملناش غير 3 4 خطوات والديزاين كويس.
بس هندوس اوكي ونشوف النتيجة مع بعض كده اهو. طبعا فرق كويس وواضح يعني. وبس وبكده نكون خلصنا الديزاين، يا رب يكون عجبكم، مستني رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.